السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سنصاد. اليوم سوف نتعلم عن سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 49. اليوم سوف نتعلم مفاهيم جديدة تعلمنا من نت ديفلوبمنت جروب. لأول مرة سوف نقوم بتطبيقها معكم، وإن شاء الله نحن نستفاد وتبنى لنا مهارة جديدة إن شاء الله، وأنتم أيضا تستفادوا. أنصحكم بأن تقوموا في التطبيق. أولا لأقوم بفتح الترمينال، قمنا في إنشاء ملف. هنا أعود للأمر الأول، هنا قمت بإنشاء ملف في اليوزر العادي سلمان سعد كما تشاهدون. سلمان اسم المجلد عبر أمر MKDIR. بعده قمت بالذهاب إلى الروت وإنشاء ملف باسم روت أو مجلد، اعتذر، مجلد باسم روت. عبر روت قمت بإنشاء مجلد اسمه روت، وبعده ذهبت إلى مجلد الروت، قمت بإنشاء ملف سلمة في المستخدم العادي، أعطاني رفض لإنشاء الملف، أخبرني permission denied لأنه أنشأ الملف المجلد روت باستخدام السودو أو الروت، فأعطيته السودو ليقوم بإنشائه. قام بإنشاء الملف، بعدها عدت إلى القلب لكي يقوم بإنشاء ملف أو مجلد في ملف مجلد سلمان. قمت في الطائف السي دي سلمان، قمنا بالذهاب إليه، وثم سودو تاتش روت، قمت بإنشاء ملف باستخدام الروت هنا في مجلد سلمان. الآن لنشاهد كما تشاهدون هذه الملفات. المجلد سلمت يحتوي على ملف الروت، هنا ملف الروت، علامة القفل تدل على الروت، هنا مجلد هنا بإنشاء من خلال الروت، هنا كما تشاهدون العلامة. الآن نذهب إلى الترمينال ثم أقوم بعمل ls-r، نقوم l و r، ثم نقوم باستهداف ملف سلمت وأيضا root. هنا يتضح لنا أولا ملف سلمت نوصج الفايل لأن نحن في المجلد السامي. الآن نعود إلى الخلف ونقوم في عمل كلير يتضح لكم أكثر. الآن ls-l-rcap-sermet-all. إن كان الخط غير واضح أو الألوان أخبروني في التعليق رجاء. الآن إنتر. كما تشاهدون الملف الروت يحتوي على هذا المجلد، والملف السلمت الذي قمنا بإنشائه في عبر اليوزر العادي يحتوي على هذا المجلد، واثنينهم طبعا الصلاحيات روت يوزر وجروب ايدي. الآن لنحاول طريقة حذف الملفات. الملف rm-r نقوم في حذف سيرمت. الآن يطلب منا الحذف للسيرمت روت للملف، نقوم في كتابة يس، وثم نرى تم حذف الملف بيكمل أو المجلد بيكمله. الآن لنحاول طريقة حذف ملف الروت. لاحظونا نحن مستخدم عادي إلى الآن، نقوم في تكرار الأمر، نقوم بكتابة روت. الآن يطرح لنا سؤال لحذف المجلد، نخبره يس، والملف الذي قمنا بإنشائه في المستخدم العادي نخبره يس. الآن كما تشاهدون لا يقوم بحذفه، يتطلب permission denied أو السودو.
لنحاول حذفه عبر الجرافيكال يوزر انترفيس او واجهة المستخدم. نقوم في عملية ديليت موفت تراش. نقوم في ديليت. كما تشاهدون ليس لدينا اي خيارات، فقط كانسل سكايب او سكايب اي تجاهل سكيب. فكيف نقوم بحذف؟ لنقوم بحذف عبر السودو، فقط نقوم بإضافة السودو هنا rm-r root. الآن نقوم بإدخال الباسورد وثم تم حذف الملف بنجاح وبدون أن يطرح لنا أسئلة. هنا قام بطرح السؤال لنا لنقوم بإنشاء الملف في داخل الروت من استخدام الروت أو الروت أو المستخدم هو الروت، وهنا لم يطرح لنا أي سؤال لأن قمنا في استخدام سودو الروت. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، وفي حلقة 50 إن شاء الله سوف نتعلم عن الصلاحيات أكثر وأكثر في التفاصيل إن شاء الله.